برنامج بيوم افندي، وده اول مره تحصل لي انه يكون على برنامج، انه احسن برنامج كوميدي ده اللي سمعته يعني. تمام، ما اعرفش يمكن يكون في مفاجات جوه. احنا بجد موجودين عشان الجمهور عاوزنا، احنا موجودين عشان الجمهور بيدعمنا، احنا موجودين عشان الجمهور سندنا. ربنا يخليه لينا يعني، مع احترامي الكامل للصحفيين والنقاد وكل الكلام ده، ناس مهمه جدا في العمليه يعني او في الشغلانه، بس الجمهور هو الدافع دايما. نادي الرجال السري نازل ان شاء الله في اجازه نص السنه، الاستاذ كريم عبد العزيز والاستاذ مجدي كدواني، اخراج الاستاذ خالد الحلفاوي، انتاج الاستاذ وائل عبد الله.